الصلاة لصلاة الفجر إيناس وراحة، هي من تبعث في الصدر انشراحة، من يصليها يجد في القلب أنسا، هي من ضنك الدنا أحلى استراحة، هي برهان على التقوى دليل، من أتاها أسعد الله صباحة، ولها عند الورى جل اهتمام، عند أهل الفضل أصحاب السماحة، سوف يحظى من يصليها بفضل من ثواب سبغ كابن رواحة، وجميع الصحب كانوا في سباق لصلاة الصبح يرجون رباحة، قم أخي المسلم صل الفجر دوما في بيوت الله كي تحظى براحة، قم أخي المسلم صل الفجر دوما في بيوت الله كي تحظى براحة، بئس من نام عن الفرض كسولا في غطيط النوم يا بئس الوقاحة، من صليها ستكسوه بهاء، والذي نام ترى فيه القباحة، في ضياع ربما يسعى لأمر دنيوي لن يرى فيه نجاحة، مدر الغافل أن العمر يمضي وبأن القبر محصور المساحة، ربي وفقنا لما فيه هدانا ليرى كل امرئ منا فلاحة، وصلاة الله في الأكوان تترى لشفيع الخلق في أعظم ساحة، وصلاة الله في الأكوان تترى لشفيع الخلق في أعظم ساحة.